في فنان طلهوندا ده غنى الحنين يا فؤادي باللغة الأمهرية، بالتالي أنا غنيت باللغة العربية، الاثنين مفهومين هسه والاثنين متداولين بيتغنوا. ودي يمكن سفارة اللحن اللي بيكون في بعض الأحيان في مخاطبة شعوب غير ناطقة بذات اللغة، هي سفارة رائدة في أنه اللحن يوصل المعنى والمحتوى ولاحقا تفسير الكلمات. Thank you.
يا هدى بكان الغنى يا ود الصافي غني. قيل وانا داير بيت داير قيل وانا داير بيت قيل وانا داير بيت داير قيل قيل وانا للضحى داير قيل وانا للضحى داير قيل اقوم الضحى ربي يستر ما يفضحى داير اشوف سفر الاربحى داير قيل وانا داير بيت داير قيل وانا داير بيت ابشر 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 السجن ده وناه الليل سبت بعد تشوف الألم شوف دموعي وراك صار الدم وما شفت وراك انهدم كلمة واحدة سقتني الألم داير قيل أنا داير بي داير قيل أنا داير بي قيل أقوم الضحى هو يا قيل أقوم الضحى ربي استر ما يفضحى وداير أشوف سفر الأربحى داير قيل أنا داير بي داير قيل أنا داير بي
نسمة بالليل صوت مر النسمة بالليل من ديار تشفي العليل من ديار تشفي العليل فيها قصة حب النبي فيها ريدك وريدك جميل لو تمر النسمة بالليل من ديار تشفي العليل من ديار تشفي العليل فيها قصة حب النبي فيها ليلك وليلك جميل شوفك وين يا ضنين مش فراقك ليه بالسنين مش فراقك ليه بالسنين لو عرفت حبيبك أمي ما بتكون تجر حنين الألم كل نومي وصبري انعدم شوف دموعي وراك صار دم ما شفت وراك انهدم كل ما واحد سقتني الألم قل نومي وصبري انعدم قل نومي وصبري انعدم ودموعي وراك صاروا دم ما شفت وراك انهدم كل ما واحد سقتني الألم يا عاديك ما بتعاديك يا الحين